أهلا وسهلا. في صوت بالألماني ما يجي باللغة العربية. هل صوت ينلفظ إن أو إن؟ اسمعوا هل صوت في هالأمثال. غونغ فانغ أنغست فينغر. الصوت الإن صوت انفوي، يعني انلفظ في نفس المحل وين الصوت الج انلفظ، وبشان هيك بالأغلبية هل صوت يجي قبل الج. بس لما هل صوت الإن انلفظ صوت الج ما ينحكي أو انسمع، يعني لازم تقرون الكلمة بلا ما تحكون الج. إذا في صعوبة باللفظ جربوا مثل في هالأمثال. إنج 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 هينج 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 فانج فانج فان. بس المهم لازم تلفظون هل صوت الإن مثل ما تعلمتن بالأمثال. شوفوا على هالكلمات التالية كمان: أنكا أنك واغن زاغن. وفي هل صوت الكلمات التالية الصوت الإن يقدر يجي قبل الأحرف كا الإنحكي بالكلمة أو يجي بالأحرف جي اي ان، وهاي مرات انلفظون جي ان. هاي بلكي فيها شوي صعوبة، بس شوفوا بالأمثال وتعلموا، بعد شوي تدريب تتعلموها. لان بانك دين لينكس ديجن. تعلموا وشوفوا شلون تقدرون تلفظون هالأصوات الألمانية بلا صعوبة. أوكي، باي باي وإلى مرة الجاي.